كابتن عادل مبروك، فوز غالي ومستحق برغم يعني عدم حلاوه الاداء في اجزاء كتير من المباراه، الا ان النادي الاهلي هو اللي كان افضل، هو اللي كان اكثر سيطره على مجريات اللعب، والحمد لله الثلاث نقاط غاليه جدا في ماتش النهارده. والله يعني اولا مبروك الثلاث نقاط ومبروك المركز الثاني وصلنا ليه، وبعدين ان شاء الله نوصل للمركز الاول، بس بإذن الله. عندك ست ماتشات مؤجلين لازم تلعبهم وتكسبهم عشان توصل للمركز الاول، ولكن في نهايه الامر يعني ده تحذير كبير قوي للاعيبه النادي الاهلي النهارده. يعني انا ما عجبنيش الاداء، بس احنا كنا متوقعين ان في الماتشات دي ورا بعض يا كابتن ممكن ما يكونش في حلاوه في الاداء. لا انا بقول لك لو في انا فرقه الداخليه مع احترامي ليها فرقه ضعيفه جدا للغايه، يعني علشان كده انا بقول لك انه ادائنا كان وحش، ادائنا كان اداء في استهتار شويه. خلينا نتكلم بمصداقيه، احنا كنا مستهترين كتير قوي النهارده. انت النهارده الجون بتاع السوليه خبط في رجل واحد ودخل الجون، كان ممكن لو ما دخلتش دي كان ممكن تقعد وتتاخر ويضيع منك بونتين. يعني عشان كده انا بقول لك انه ادائك ما كانش جيد. ليه بقى؟ لانه انا بغض النظر عن اللعيبه اللي ما بتلعبش، اللعيبه اللي بتلعب يا كابتن ايمن ماشي اوكي يبقوا مجاهدين، لكن الناس اللي ما بتلعبش لازم تثبت وجودها. تثبت وجودها ازاي في ماتشات زي دي لما ينزل يجيب له جون واثنين وثلاثه ويؤدي اداء كويس؟ بس عايز اقول لك يا كابتن عادل، في ناس بتبقى بعيده عن الملعب نتيجه اصابه، نتيجه بعد بسبب وجهه نظر فنيه، فاحيانا في بعض اللعيبه بتاخد وقت شويه قبل ما بترجع لمستواها. مش لعيبه النادي الاهلي، مش في المباراه النهارده. يعني خلينا نبقى منطقيين، القسم مش تقيل ومش لعيبه النادي الاهلي. انت لعيبه النادي الاهلي الفرقه الوحيده اللي في مصر اللي متقارب مستوى اللعب. في بعد عن الملعب وكل حاجه، لكن مش ترجع بتبقى يعني اقول لك حاجه كابتن ايمن، انا ما يهمنيش انك انت تكون ادائك مش كويس، لكن يهمني روحك. يهمني الجري، كمل جري. يهمني الاصرار. النهارده اكرم توفيق خد احسن لاعب في المباراه على ثالث مره على التوالي. ليه يا كابتن؟ انا بتهيألي ان اصراره وجدعنته بيجبر اي حد انه يديله، بالاخص ان ما بيبقاش فيه لعيبه ادت النهارده بصوره جيده، يعني يخطفوا الانظار، انت فاهمني؟ لكن في الاخر انا بقول لك احنا كسبنا وعملنا ثلاث نقاط كويسين، ولكن ادائنا ما كانش بالصوره اللي هي ترضيني انا على الاقل. يعني انا بقول لك ده وجهه نظري، كان المفترض ان نبقى افضل من كده كتير. المفترض ان احنا ما نقعدش لاخر لحظه احنا جايبين الهدف في الدقيقه كام يا كابتن؟ 84. يعني احيانا كتير قوي ممكن الوقت يروح عليك، ومش دي ومش ده التيم مع احترامي ليه اللي يوقفك، ومش ده التيم. اما لما كنت لو بلعبت مع فرق اقوى شويه ادائك هيعلى ازيد، بس هو ده اللي ضايقني وزعلني، انك انت ما تلعبش على قد الاداء على قد الفرقه. ماليش دعوه بالفرقه اللي قدامي، العب كل الفرق زي بعض، لانه الدوري العام محتاج الجديه. انا النهارده شفت بعض اللاعبين ما عندهمش جديه كتير قوي، وبعض اللاعبين كان عندهم يعني حته الروح والجري، لكن في اخر الامر المبروك خلاص مباراه عدت. لما بيخلص مباراه زي دي يا كابتن ايمن بتحمد ربنا ان انت ما كنتش بتبقى كويس وبتفوز. صحيح. فاحمد الله على بنحمد ربنا على الثلاث نقاط، ولكن انذار شديد اللعب انه كل المباريات القادمه انزل العب موت نفسك، يبقى روحك عاليه، خد الامور بجديه علشان ما تقعش في اي بند. طيب كابتن